طيب هنيجي وين هنا يا جماعه؟ طبعا ما بديش اعمل انكلود، ليش؟ لان اعمل انكلود كمان هنا لو اعمل كمان مره حيعطيني فيه ايرور، تمام؟ فبالتالي هذا ايش بدي اعمل فيه؟ بدي امسحه. طيب وهذا كله بديش اياه، بدي اكتبها من الاول، بس بدي مين الفاليو هذه. فبدي اجي هنا هي انتر، بدي احكي له ابديت كابيتال او سمول مش حتفرق معي، تمام؟ اسم التيبل يوزرز تيبل سيت، طبعا فيني زي ما حكينا نستغنى عن هذا الكلام كله. ايش في سيت؟ اول حاجه مين عندي؟ الاف نيم يساوي متغير اف نيم فاصلة الادرس يساوي ايميل يساوي متغير ايميل فون يساوي متغير الفون وير الاي دي بيساوي مين؟ تغير الاي دي. طبعا لو جملة استعلام غلط يا جماعة مش هيطبق. تمام؟ نفذ الاستعلام ونقل له مباشرة على صفحة مين؟ على الهوم. طبعا في اس كيو ال عندي فوق عشان ما يصيرش لخبطة، بسميها اس كيو ال 1. تمام؟ هيك ايش عملت انا؟ عملت تعديل على البيانات، عملت تعديل على البيانات. نجرب نجرب هاي ريفريش، هاي صار محمود زكي ساكن في غزة. تمام، صار رقم تلفونه 0595 959595، وصار من عائلة ايش؟ ربيع. فهذا الإضافة ايش المفروض سميتها أنا؟ تعديل. طبعا مش حتبين معي الحين، هي تعديل. عدل البيانات. تمام، هاي كمان مرة، هاي أحمد سعيد صار أحمد خالد ساكن في خان يونس، رقم جواله زي ما هو وش اسمه زي ما هو، الايميل هاي تعديل. طبعا في بطء في الجهاز نفسه، في مشكله يعني المفروض احنا ما نلاحظش العمليه هذه. هاي احمد عادل صف وين؟ في خان يونس، يعني عدل بشكل ايش يا جماعه؟ بشكل صحيح. تمام، هذا بالنسبه لمين؟ للابديت. هذا بالنسبه لمين؟ للابديت.